الو، ايوه يا ام سميضه. النتيجه انا مستني العيال. على الله ينجحوا ليهم، عندي هديه كبيره قوي. خلي بالك معاهم. ماشي، انا مستنيهم بس هم يجوا. بس ماشي، ايوه العيال انا مستنيهم في الغيط. على الله ينجح اولاد الذين دول، وليهم هديه كبيره قوي عند. اما تقول ايه؟ اللي يضغط اعمل له ايه؟ ما كلموش، ده انا هخليه هفحمه في الزرع، هينجح حشيش في الزرع. ده انا هخليه حروتها، حرتها انا عشان بالمحرات اخليك اكمل الحرت ورا، ياخدها وش تاني. على الله حد يسقط منه، على الله. دي العصايه موجود، ده انا هاخده وشين بيها، وش رايح وش جاي. على الله بس يا حد يسقط، على الله. انا قاعد لهم في الزرع لما يجي. قاعد، امال يعني هروح فين؟ انا ورايا غيرها، انا قاعد في الزرعة. ماشي، ابعتيهم وابعتي اكل معاه، في واحد ما اتغداش. هتبعتي ايه؟ هتبعتي مع العيال عيش وجب جبنه. لا ابعت بطاطين. الواحد تعبان في الارض. انا تعبان ولا حاجه. ابعت اللي قلت لك عليه تبعتيه، ده انا عدمان في الزرع. صباح ربنا قاعد. ايوه ابعت البطاطين اللي قلت لك عليهم. اوعى تبعت جيب، هيا بسطرك عندك. الواد جاي. يعني ما تقع يا. طب سلام انت دلوقتي. يعني نجحت ولا لا؟ سقطت يا ابوي. سقطت؟ ايوه. ده انت وقعت ابوك سود. سلام. اقف على حالك. سقطتك ايه؟ سقطت يا ابو عمي. سقطت؟ دي هخليك شوف المحرات حرتها ازاي. انا هخليك تحرت. لما بحرتها هتحرتها وش تاني. لف فيها، يلا لف فيه. اقف على حيل، لف في الزرعه كله. يلا، وانت عملت ايه؟ خد لف يا لف يا في الزرعة كلها. اقف على حيل، لف في الزرعة كلها، تعمل شكل لف. انا هخليك تنعم. رايح فين؟ تعب. اقف على حيل. تعب. اقف على حيلك. تعبت يا تعبت. تقف. اقف على حيل. ليه؟ ما دي هتعملها بوك. انا تعبت. لف يا تكي يا لف يا تعب. لف لف يا ابني، لف يا ايه؟ عشان لو كنت ذكرت ما كنتش تعبت كده. اهو الزرعة قاعدة لك. انا تعبت خلاص. لف يا في الزرع. لا رجلي وجعتني. لف يا تكي. اقف على حيل. اقف. ده انا هخليك تاكلها دي. خليك تاكلها بسم الله. لف. لف يا دي اجري يا. اقف يا على حيل. اجري يا في الزرع، تعالى كده اهو. اجري يا في الزرع، عليك ما محروقه. لف يا امشي. اجري يا ارفع حياتي، ارفع حياتي، ترابج. لف يلا. اقف على حياتي. امشي يلا. ها؟
انا اعلمك الان. ايه ايه اقف على حيل. خلاص يا ابوي اقف على حيل. خلاص اقف اقف يا اقف عشان لو نجحت قلع في الشارع الباه. قلع 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 يا ابني قلع قلع على حيل. امسك امسك قلع اقف على حيل. قلع يا قلع قلع يا قلع. انا اذنب لما اشوف الكلب الثاني ده. يابا ايه يابا لما تعملوا الواد ده يابا انت نجحت ولا لا؟ نجحت يابا الحمد لله. نجح الحمد لله نجح. طب يا العم الحمد, الحمد لله نجح. هذا البام شبعان يابا. سقط الحمد لله نجحت في الثانوية يا بابا. راح اساعده يا بابا. انت ما تساعدوش تعال هنا. هساعده بس في الثانوية. لا ما تساعدوش تعال هنا. ليه؟ ما تساعدوش لا تعال سيبه يتمرن. اشتغل يا اشتغل. الحمد لله نجحت يا بابا. طب اساعده يا بابا. خد يا تعال هنا. ما لو عارف ان انا سقط ربنا يسترها ما يعرفش ان انا سقط. اساعده يا بابا. طيب لا اساعده. لا اقعد انت اللي فلاح تقعد. لما رن على امك تعمل لك ده كريم باتش. ما تخليهاش تتعب امي يابا. اقف من هنا. اقف من هنا. دلوقتي كان جاي. اقف من هنا. اقف يا كلب. ايوه يا حاج الواد نجح الكبير انما الصغير شلطين على اللي جابته. ايوه اعمل له ده كريم باتش وهيصير. هو ده اللي هيبقى دكتور وهيرفع راسه. ايوه هو ده. يلا سلام. يلبس ويوريهم ده. سلام. نجي لك قطع حشيش هنا مع اخواتك. قوم كده يلا اتحرك حرك روحك. خليها تجيب لك خليها تجيب لك الجعان. تاكل ايه يا تمشي من هنا؟ جعان يا ابويا جعان. انت مش ما فطرتش من الصبح. المشي مش يخليك تضوم. ما انا المشي. جعان من الصبح. امشي ياد من وش. قلع في الارض يلا. كبير. اعمل ده ناشف يا شيخ. ما تجيش عندي. خد ابن الكلب ده. ده يكون بيكذب عليا الكبير ولا ايه؟ اقف من هنا. اقف يا ابويا. طب خليهم تجيب لي شويه ميه. اقف ولا تصدع يا حاج. وانت ما تكلمها. امشي يا شويه ميه بس. ايوه يا سماد. الواد مصطفى ما يقول جاب ملحق ولا مش عارف سقط في ماده. سقط كيف ده؟ ما يقول لي نجاح. تجي هنا ما يقول لي نجاح. ده وقعت ابوه سودة. سقط كيف؟ ايوه يا سميط انا وقعتك في الكلام وهو ما قاليش حاجة. ده ما يقول لي نجاح. انا ولا كأني قلت لك حاجة وان رنيت عليه وقلت له هجيبك وهكسرك انت وهو. سلام يا سميط. الوقت ارد اشوفها. ما تعملش لابن الكلب ده حاجه. طب انت ما تسلمها خليها تجيب له ميه. امشي ياد من هنا. ميه تدينها انا فريسكو النهارده. ايوه يا ولي العال سقطوا الاثنين. ايوه وقعت الوقت في الكلام قال لي ده سقط. لا تعمل بط ولا وزه تيلي انا لقمه طف ولا الطف. هو مين لي نفس. سلام. تعال يا طب دكتور تعال. ايه يابا تعال. امي جابت البط. جابت لك البط والوز واللي انت عايزه. والله صح اللي انت عايزه جابتهول. ايه يابا مالك انت ليك سجاير. انت مين اللي قال لك يابا؟ انت مين اللي قال لك؟ خد يا خد يا تعال خد يا يخرب بيت المدارس. هلا عاوز المدارس. خد يا عاوز ايه يابا مالك؟ خد يا ما تخليكش تعالى هنا. تعالى عايز اكل بقى. عاوز يابا مش عايز اتعبك يابا. تعالى اعمل ايه؟ شايف الخد ده؟ تنقي البطايه الكبيره من الصغيره وتسربها لوحديها. بطايه ده طوبه يابا. ما هو مش كنت عايز بط هو ده بط. يلا اصر في الوطن اللي هناك ده ورم. ارمي ده انا هفهمك انت. انتوا الاثنين تسقطوا.
ارمي يا خلص. يا ريتني ما روحت المدار. خلص يا ده، امال هتعمل ايه؟ خاسر. هتعمل ايه يا خاسر بقى. خلص. هوب. حاضر يا في الوقت اللي هنا ده. ارمي. لم الكبير ده. خلص. خلص اما اشوف ابن الكلب بتاعي. خد يا. يا ريتني ذكرت بضمة. كنت اما راح اسهر في النوادي واكلم البنات. والبنت قالت تقول لي قال لما احبك واقعد طول الليل اكلمها. ايوه امشي في المشاوير دي تمام. بنات ايه وقرف ايه يا عم؟ يا ريتني اتعلمت. ايوه تمام. يا ريتني اتعلمت التعليم حلو. خلاص يابا كيه. يا ريت الواحد يتعلم احسن. اشتغل يا اشتغل، ما تكذب على ابوك. اه يا ابو ما انا شغاله. هو دي الصراحه اللي علمتها لك؟ ايوه يابا الصراحه دي. طول الليل التليفون على ودنك تقول لما اكلم صاحبي. اما اقعد منه مراجعات. مراجعاتي مراجعاتي ايه؟ حاضر يا اشتغل. حاضر يا مراجعاتي ايه؟ طول الليل قال لما اكلم صاحبي مش عارف اما اعمل ايه؟ ايه؟ ارمي اه الدروس يا دي اللي انا مديها لك كلها. طب اعمل ايه اه الدروس ده الاستاذ يديني يابا مثلا من هنا يقعد يحكي يابا المستاذ. هو الاستاذ مال. طب اعمل ايه؟ مال. طب احنا الحب هيروح مننا فين وال... طب خلاص هعمل الزرع. والبنات هتروح مننا فين؟ طب وشيل الطين هيروح مننا فين؟ ما اعمل في الزرع. اشتغل اشتغل، ده انا هطلع عنين اللي جابه. اه يابا اشتغل، تعبتوني تعبكم ربنا. اه يا غالي يا وسخ. اكلم وقال في الليل حش التليفون يا واد ازاي اقول لك كلمه؟ طب يقول لي قال لما اكلم صاحب. صاحبك ايه يا ده؟ اللي يرضيني اشتغل. هوديك الزرعة يا بابا. اشتغل زرعة اللي هتوديها لي بدل ما اشق الجربيه وارتاح. طب نرمي على اخويا يجيب لي ميه. ميه؟ ده انا هسقيك الحنطة. اشتغل. اشتغل. طب انت علم ما تكلم بنات وتكلم بتاع، بنات ايه اللي تكلمها احنا؟ قلبي يابا. قلبك يقع ويقف يا اخي عشان ارتاح اشتغل. قلبي يابا هو اللي حب. قلبك؟ حاضر. قلبك اللي حب. حاضر حاضر. اشتغل يابا. اه يابا. اه يابا طيب. اشتغل. قلبك ايه يقعد اللي حب يا اشتغل يا تعبتوني تعبكوا رب. اشتغل. قعدالك الزرعة ها؟ قعدال. اعمل ايه فيها يابا؟ هتعمل ده انا ده انا هخليك تحرطها انت والصغير. انت فاكرني هسيبكوا على كده؟ بكره دور على الشفاط يا يلا خليها تكون ميه. اشتغل اشتغل يا ابن الكلب يا وسي. قرفتوني خلاص كده تعبت. قرفتوني تعبت. اشتغل يا يا ريتنا اتعلمنا. تعال يا ريتنا اتعلمنا. ارمي في ارمي هنا يا في الوطة ها في الحتة دي. اه يابا. أبى أخلي القهوة تنفعك والضمنة وتخبط كيه، تخبط قهوة كيه. حاضر يابا. القهوة في الليل. مش هلعب تاني. مش هلعب تاني يابا. والحب في الليل والتليفونات. مش هلعب تاني يابا. اشتغل. اشتغل. يا ريتني اتعلمت. ولا قعدت على قهوة ولا رحت على نادي. ولا اتكلمت في التليفونات. التعليم حلو.